وفي هذا تنبيه لما ينتشر في بلادنا وفي غيرها من أكل الرشا والعياذ بالله، وإن هذا أكل الرشوة من أكبر الكبائر. حتى إنه جاء عن ابن مسعود وصف أكل الرشوة بالكفر، أكل الرشوة من القاضي. نحن لا نقول إنه كفر أكبر، لكن وصف المعصية اللي هي لا تخرج من الملة وصفها بالكفر هذا يعني معناه هي من أكبر الكبائر يعني. وعيد شديد. نعم وعيد شديد.